أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ما وراء الحدث. ما زال أعداء الوطن يحرضون على الدولة المصرية من خلال آليات ثابتة لا تتغير. فإذا اختفت فتاة نتيجة حالة نفسية أو هربانة من أهلها، عملوا هاشتاج واختزلوا الدولة في حارة. والمذيع المريض نفسيا اللي نايم آكل شارب في تركيا ويتقاضى آلاف الدولارات يحرض الخونة أتباعه ويقول لهم لا تنسوا هاشتاج لا إله إلا الله. والسؤال، هل أنت تعرف الله حق المعرفة؟ وهل استغلال براءة الأطفال الفقراء في جنوب أفريقيا وجنوب المغرب لعمل هاتشاك وهمي من الدين في شيء؟ وهل استغلال ثورة لبنان وتونس ودس أتباع لكم بيفط للسب في الدولة المصرية من تعاليم الله في شيء؟ هكذا أعزائي المشاهد، سنظل في توعية، والوعي هو أساس تقدم الدولة. من خلال البرنامج هنفضل نعرف كل واحد فيكم كيف يستغل أعداء الوطن كل موقف ضد الوطن. والسؤال، هل سمعنا الآن عن وزير فاسد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي؟ هل اتهم خونة الخارج أي قيادة في الدولة بتهريب أموال للخارج كما فعلوا هم وهربوا أموال مصر للخارج وإلى تركيا؟ إن كل الذين يصرخون ويدافعون إنما يدافعون عن إخراج قياداتهم من السجن. أما مدعي الوطنية الذين يحرضون ضد الدولة لأنهم ذاقوا طعم الدولارات في يناير من الدول العميلة وركبوا أحدث السيارات، فالسؤال، متى شعر هؤلاء بالفقراء الذين يدعون الدفاع عنهم؟ من أجل ذلك أجهزة الدولة تعلمت مما حدث في يناير من خيانة وتخريب، فلم تعطهم فرصة لتحريض الناس بسلاسة كما كانوا يفعلون، بل اقتلعت جذورهم أولا بأول. والحقيقة ده اللي مجنن أعداء الخارج، إزاي كل واحد يظهر يحرض على الدولة أجهزة الأمن بتاخده أول بأول. والحقيقة بعد الفاصل ما نروحش بعيد، هنتكلم عن أحزاب الكرتون أين هم من الشارع المصري، وأين هم من دعم الدولة المصرية التي قدمت لهم كل غالي وكل نفيس. بعد الفاصل، المعلمون يصرخون فهل من مجيب؟ تكافل وكرامة، شكوى وعويل من المواطنين، أين الدولة من الفقراء؟ أصحاب المعاشات وضعوا أيديهم في الشق من وزيرة التضامن. فاصل وهنرجع لكم مرة تانية، ما تروحوش بعيد. فاصل. فيزا تشتغل شهرين وروحوا موقفينها، طبيعي سبب الوقف يقول لك خواريه سفر للخارج. طب هل يعقل ده يسافر للخارج يعمل ايه؟ ناس ما تستحقش واخده المعاش، وناس معاها عربيات ومعاها عمار ومعاها عقارات عاطينها المعاش، وعند اي واحد يستحق تلقاهم خاربينها ليه. الدوله تدي والموظف يمنع، حسبي الله ونعم الوكيل. لكن النتيجة وقفوا حال اللي زي ده، اللي هو المفروض هو اللي يستاهل، وهو المعاش ده معمول عشانه، ده ما ياخدش وغيره ياخد. والنتيجة يقول لك سفر للخارج. انا عايز اعرف مين المسؤول عن الموضوع ده، مين المسؤول اللي نقدر نحاسبوه اللي حق كلمة سفر للخارج قبل راجل زي ده؟ سفر ازاي؟ راح فين؟ وفين البلد اللي تقبله؟ وفين البلد اللي روح لها وهو عنده 18 سنة؟ مدام سفر للخارج، وبأي حق هو يكتب انه سفر للخارج؟
هل ده سفر اللي كانت هل يعقد؟ ادي الراجل ودي فيزته وقفوها ليه؟ نروح نجيبوا سبب الوقف يقول لك ده سفر للخارج. ليه؟ يعني الدولة تقرر وتدي وحافظ لهم حقوقهم والموظف ما يحفظش حق راجل زي ده؟ أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم من الفاصل، وحقيقي يسعدني يكون معايا في الحلقة الأستاذ حسين عبد العزيز. أهلا ومرحبا. أهلا بحضرتك. وعودا حميدا. يعني أنا عرفت أن حضرتك كنت يعني بتحضر حاجة، يعني إيه الحاجة اللي حضرتك كنت بتحضرها؟ إن شاء الله نبقى مع بعض في التلفزيون المصري قريب. يا ده خبر يعني جميل، يعني سعدنا ذلك. يعني إن شاء الله مع بعض. بالنسبة إحنا للأسف يعني عندنا مشاكل كتير قوي، ويمكن كل اللي قابلني سواء في القرية في المدينة يقول اتكلم على موضوع تكافل وكرام. يعني في انفصام ما بين الوزارة وما بين الواقع. يعني الوزارة بتطلع بيانات ان 1,800,000 زيادة، 18 مليون في تكافل وكرامة، وكل اللي كلمني يقول انا استحق ما باخدش، وغير اللي استحق عنده عمارات ويعني بياخد في كرامة. تمام. الموضوع دوت لما الدولة قررت ان هي تعمل مشروع تكافل وكرامة علشان تهد من عملية الفقر وتبقى دعم للأسر الأكثر احتياجا، طبعا وزارة التضامن الاجتماعي هي المعنية بالمشروع ده. المشروع ده كان ليه ميزانية كبيرة جدا وأقرتها الدولة لهذا الأمر. يعني طبعا قالت خطوات تنفيذه لوزارة التضامن. وزارة التضامن بممثليها والعاملين فيها بدأوا يعملوا عملية بحث لمن يستحق تكافل وكرامة. التكافل طبعا اللي هو المعاش اللي يروح للأسرة المحتاجة، والكرامة هو معاش ما فوق 60 سنة. يعني في احنا عندنا من أهلنا اللي هم عدوا 60 سنة، طبعا ما لهمش أي عائل ولا دخل، طبعا الدولة بصت لهم بعين الرحمة شوية فعملت حاجة اللي هي برنامج كرامة ده. هو للأسف يعني بيقابلني ناس كتير عدوا 60 ولا توظفوا ولا لهم معاش، هيلجأوا لمين؟ كويس. اللجوء لوزارة التضامن الاجتماعي، بس هي الفكرة إن آليات التنفيذ شبه نوع من الخطأ الكبير. يعني النهاردة لما ينزلوا مستعلمين عشان يعملوا عملية البحث على من يستحق معاش سواء تكافل أو كرامة، الباحثين خدوا الموضوع باستسهال وخدوه على انه اهو شغله وخلاص، ومحدش راحوا الناس بالظبط، محدش عمل او فهمه ان انت نازل فعلا لازم تكون عون للاسر اللي هي مش ظاهره على السطح. يعني انت المفروض بتعمل بحث عشان ايه؟ بتجمع الناس وتعمل سيرفي وتبدا تبص تشوف مين محتاج وظروفهم الاجتماعيه ايه وظروفهم المعيشيه ازاي، وبعدين تعمل التقرير بتاعك. النهارده اما عملوا موضوع البحث ده فوجئنا، وانا طبعا بيجي لي مشاكل كبيره جدا، ان ناس لا تستحق بالمره، هم اصحاب اعمال وعندهم شغلهم وعندهم الدخل الثابت، ومع ذلك معاهم الكارنيه بتاع مشروع تكافل، وبيروح يقبض كل 3 شهور مبلغ، وطبعا ما بيسكتش بقى، ده بيقول اللي هو ما خدش ويستحق. فده بيخلق نوع من الغضب على الدولة. يعني حد بيقول لك انا محتاج بس ما حدش جالي، او جولي وما جاليش مع ان انا استحق. هم بيتزرعوا بان انت معاك تأمين، وفعلا في ناس ما بيبقاش عندها تأمين، اصل انت عندك عربية موديل 2015 وهو اصلا ما عندوش عربية ولا شافها. طبعا الخطأ ده جاي منين؟ جاي من اللي هم القائمين على الاستعلام. القائمين على الاستعلام زي ما قلت لحضرتك خدوا الموضوع بسهوله، خدوه على انه حاجه هينه، مش خدوه على ان انت ممثل للدوله علشان توصل صوره الدوله ان هي حاسه بالمواطن اللي محتاج الموضوع ده. وبناء عليه تم اصدار ملايين البطاقات لمشروع تكافل، ووصل نسبه 30% من غير مستحقين. يعني الناس اللي معاها شغل ومعاهم فلوس يعني امورهم ماشيه في اي مشروع في اي ده ليهم دخل ثابت كمان، ومع ذلك بيتمتعوا بهذا. طب ما انت كده خدت حق اللي فعلا يستحق وما جالوش. انا رحت الوزاره بنفسي، يعني بحب يعني الحاجه اشوفها بنفسي.
مشكلة هم وضعين معوقات، يعني يقول لك واحد سافر الخارج، اللي سافر الخارج ده كلمني بيقول انا سافرت ليه؟ اساسا عشان احسن دخلي، وبعدين ممكن اشتغل ما اشتغلش قطع عنه الايه المعاش. تمام. في التضامن انا طلعت فوق قال لك اللي عنده 5 قراريط. طيب ما احنا اتكلمنا فيهم قبل كده، وقلنا 5 قراريط بيجيبوا كام في السنه؟ ده هم بيصرفوا 600 جنيه بيجيبوا 600 جنيه، يعني في النهايه النتيجه صفر. تمام. برضه بيشيل، يقول لك هو ده قانون. طب مين اللي وضع القانون؟ لك ما نعرفش. قانون اللي عنده قيراط واحد ما ياخدش المعاش، اللي مسافر ما ياخدش المعاش. في ناس معاشها اتقطع قال لك اعمل تظلم، بقالهم 3 سنين عاملين تظلم وحتى الان ما حصلوش على المعاش. وكل واحد يقابلني حقيقي في الشارع لسه وانا جاي اتكلم يا استاذ عن معاش تكافل وكرامه. فاحنا من خلال البرنامج احنا بنخاطب السيد رئيس مجلس الوزراء، بنخاطب السيد الفاضل رئيس الجمهوريه، ولو ان مشاغله كتير بس هو الحل عندهم، لان الوزاره لحد الان من 3 سنوات ما حلتش للناس والناس غضبانه جدا. الوزاره القصور مش عند الوزيرة نفسها. أنا ما بتكلمش على الوزيرة، ما هي الوزيرة مسؤولة عن اللي بيعمله يا أستاذنا. الوزيرة مسؤولة عن موظفيها، ما موظفيها هم اللي بيظلموا الناس. فين متابعتها للموظفين؟ الوزيرة بيجي لها تقارير إن الدنيا تمام لا بس الناس عاملة تظلمات. يعني حضرتك لو رحت الوزارة في العجوزة، أنا رحت لقيت الناس اللي جايين لتكافل وكرامة من المحافظات الموقوفة. البطاقات الموقوفة. أيوة مالين الصالة. مالين الصالة وبقول لك إحنا قاعدين من الفجر وبرضه ما حللهمش، يقول لك روح يعمل تظلم، يعمل تظلم ويجي له البحث الاجتماعي وبرضه ما بيرجعلوش ايه. دي منظومه مساويه تماما لمنظومه التموين، عشوائيه منقطعه النظير. ده احنا كنا عايزين نتكلم على التموين، ده الوزير التموين ده موضوع كبير. يعني فرح الناس ب1,800,000 بطاقه وكتب لهم تحت وهو ايه؟ اصلا كان ليه شالهم يعني. لا قال لك لحين فحص التظلم، بعد ما نزل التموين شهر بيفحص التظلم قطع التاني. طب ما ده ضغط برضه على الدولة نفسها. ليه الوزير بيضغط على الدولة؟ التموين احنا هنرجع له هنتكلم فيه. احنا خلينا مثلا ايه نتكلم على موضوع تكافل الكرامة عشان ما نعفيش الوزيرة ولا مستشاريها ولا العاملين على المشروع من المسؤولية. انت النهاردة حدد اسباب، انت كنت بتديني معاش اتقطع، اديني سببه ايه وخد سبب مقنع. طيب اللي ما جالوش اصلا ويستحق برضه قول له ليه؟ المستعلمين بتوعك هم اللي ضيعوا حق الناس. طب هو هيقطعوا ليه اصلا؟ ما هو يقطعوا دي اسباب، لازم يطلع حد مسؤول ومعني بالامر من الوزاره يوضح للناس او حد يدخل لنا مداخله عشان احنا ما نقعدش يعني نتكلم هم ودنهم ودن من طين ودن من عين. طب معانا مين؟ مين على التليفون؟ الاتصال القطع، ارجع تاني الاتصال. انا المقصود اقول قالوا للناس يعني واحد معاق ذهنيا ده ملوش علاج. تمام. قال لك عيد الكشف الطبي، عاد الكشف الطبي طلع معاق ايه؟ ذهنيا. قال الموظفه اللي تقبضك شهر وارجع للوزاره فين؟ في العجوزه. راح العجوزه قال له عمل تظلم، عمل تظلم، عمل بحث اجتماعي لحد الان بقى له 2 سنين بيروقراطيه معاش. البيروقراطيه وعدم تحمل المسؤوليه في كل جوانب الحكومه وكل جوانب الدوله. انا بدون نفاق الدوله تعمل في وادي ورئيس الجمهوريه يعمل في وادي. ما انا لسه كنت اقول لك الراس بيسبح لوحده طاير. بمشروعات ما فيش حلقه تواصل يوميا ربنا يبارك فيه. يعني ازاي احنا النهارده الراجل بيسعى للحد من الفقر ويتحدى ظروف خطيره جدا. لا والله. ومع ذلك تلاقي الحكومه بتاعته في وادي ما عندهاش اي فكره عن اي حاجه. وزاره التضامن مسؤوله مسؤوليه كامله عن اللي بيدور في عمليه المعاش وعمليه تكافل الكرامه وعمليه رفع مستوى المواطن. دي مسؤوليتها، هي مش قادره تعمل مسؤوليتها خلاص تسيب الوزاره وتمشي. اي حد ياثر في الفتره في بناء الدوله الفتره القويه دي يمشي، هو قاعد ليه؟ النهارده لما الاقي مثلا 3,800,000 بطاقه موقوفه بدون سبب، طب ما الناس دي كانت معتمده على ده، اكل وشرب ومصاريف وايجار وميه وكهرباء. اتقطع خلاص يعمل بقى؟ لازم يتحول مجرم، ولو اتحول مجرم نحاسبه بالقانون الشديد. فاحنا نحاسب بقى رؤوس الموضوع. نشوف مين مسؤول عن البرنامج دوت في وزاره التضامن ونجيب هاتوا حضرتك ضيف وناقشه. ما فيش حد من التضامن، الوزيره والنائبه بتاعتها رافضين رفض تام اللي ولا يطلعوا في التلفزيون ولا يردوا على الناس. طيب على الاقل يبقى في مداخله، يبقى في عمليه ايضاح. لازم في مصر نتعود على حاجه مهمه جدا، اي عطله اي عطب اي حاجه يطلع المسؤول يقول ده ليه، عشان المواطن ما يبقاش قاعد كده في غيبوبه مش دريان.
طيب ده بينعكس على ايه؟ بيطلع المواطن عنده غضب من الدوله، ولما يجي يشتم ويزعل بيشتم رأس الدوله اللي هو اصلا ملوش علاقه بالموضوع، وشيء في منظومه، لا معظم المنظومه دي بتشتغل دون المستوى. منها وزاره التضامن. ان شاء الله هنعمل مقارنه ما بين الرئيس يعني يغرد منفردا بمشروعات ومجهودات وربنا يبارك فيه، وما بين حكومه. معانا الاستاذ احمد. الو استاذ احمد. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. ايوه استاذ احمد معانا. انقطع الاتصال. يبقى اذا برضو بنطرح المشكله وبرضو يعني مفيش حل، مش لان مش حد احنا كاعلام مش عاوزين كل واحد عنده مشكله يحط راس الدوله في الموضوع. في نعم. وزارات معنيه وفي ناس مسؤوله وفي ناس بتتقاضى رواتب عشان تحل المشاكل دي. مشروع تكافل الكرامه ده مشروع قومي على الاقل بيحسن دخل الناس اللي فعلا محتاجه، عشان ما يبقاش عندهم حاله من الغضب ويبدا يهاجم الدوله، يبقى فريسه سهله لاي حد يقول له كلمتين هيفضل ماسك فيهم وهيفضل برضه يهاجم، وبدل ما احنا بنعالج من هنا والخلل يبقى زي ما هو عشان نفس المشكله فيه. واكثر يعني تعقيدا اصحاب المعاشات ايضا يصرخون. بص زي ما قلنا حكم محكمه خدوا حكم محكمه، مجلس النواب مجلس النواب، الرئيس وافق الرئيس وافق، وجاء برضه العطل من وزيره التضامن الاجتماعي. ماذا يفعل اصحاب المعاشات اللي هم 5 سنوات بصر رجعي ولهم حد ادنى 1200 جنيه؟ الدكتوره غدا والي هي نجمه الحلقه. ده قانون اقره مجلس النواب ولم يعترض عليه رئيس الجمهوريه. لماذا لم ينفذ؟ هل الوزيره منفرده بهذا القرار مع نفسها كده؟ قال هم اصحاب المعاشات بعد ما ادوا للدوله عمرهم واتفان عمرهم في العمل والشغل ما يستحقوش نظره من وزيره المفروض ان هي شايفه ان ده قطاع كبير من الشعب المصري عشان تتعنت في هذا القرار. المشكله ان الفلوس فلوسهم. ما هو انا ما هو اللي على المعاش ده قاعد يدفع 40 سنه. تمام. هل هناك خلاف بين الماليه وبين التضامن الاجتماعي على صرف هذه المبالغ؟ هل يعني الدكتور محمد معيط وزير الماليه ومستشاري ايضا وقفوا ضد اصحاب المعاشات؟ هل هم قاصدين ده؟ طب برضه ما طلعوش ليه قالوا ان احنا عندنا الظروف 1 2 3، الفلوس بتاعتنا موجوده، بتاعتكم موجوده كاصحاب معاشات، والعلامات الخمسه موافق عليها من رئيس الجمهوريه ومجلس النواب. ايه اللي معطلها الوزيره انها تصرف العلاوات دي؟ قالت حول التشريعيه، التشريعيه نفسها اقرت وعملت طعن والطعن اترفض او سحبت الطعن. طب تمام. مين بقى في الدوله هينفذ للناس دي؟ ما هو ده السؤال برضو. الوزيره مش مديه فرصه لاي حد يسالها في الموضوع ده. طب لو اصحاب المعاشات مثلا رفعوا، ما لو رفع قضيه على الوزيره يتم عزلها بحكم القانون وهتحاول المحاكمه. الوزير متعرض نفسها لكده. الوزير موظف دوله، موظف كبير في الدولة، ما عملش اللي عليه ان يقدم استقالته ويمشي. اصحاب المعاشات قطاع كبير من الشعب المصري، قطاع زي ما قلت لحضرتك افنى عمره في العمل. فما تجيش دي ناس فلوسها، طيب واحد فين؟ ممكن تتوه تقول لك ده عند المالية، والمالية تقول ده عند التضامن. دول ذنبهم ايه؟ يعني لازم برضه يبقى في شفافية. وزارة التضامن تطلع تقول الوضع انا عندي الامور 1 2 3، تقول ظروف الدولة ما تسمحش، الموازنة العامة للدولة ما تسمحش، انما ما تسيبش الناس كده تاكل في نفسها. حاجة يعني حاجة غريبة جدا، يعني هي شايلة قصة تكافل وكرامة، الناس اللي هم زي ما احنا اتكلمنا فيها واصحاب المعاشات وما يستجد من قوانين وما يستقد من قوانين التأمينات. بصراحة أدائها عليه من أكثر علامات الاستفهام، وكنا نتوقع ان هي ترحل في الفترة السابقة، وانا أتمنى من هنا انها ترحل في الفترة اللي جاية. نتمنى. اللي ما يحسش بالمواطن يمشي. أم محمد. الو السلام عليكم. ازيك يا استاذ محمد؟ فهمي كل سنه وانت طيب. مجلس المولد النبي طيب. الله يكرمك يا محمد الله يخليك. حضرتك احنا رحنا مجلس المدينه ودخلت انا وعضو مجلس الشعب، بعت معايا نائب من المكتب بتاعه لايمن عزت رئيس مجلس المدينه، فبيقول لي انسى حق خالص في عماره 11 اللي انا هقدر اعمله لك، ان انت يا ماما هخليكي في الحالات العامه في 50 شقه يستلموا في المسجد بس مش اقل من سنه، وانا مش عارف اكون موجود ولا لا. فرحت للاستاذ محمد فضل، نادى عليا قلت له استاذ محمد فضل ما قالناش كده، قال لي استاذ فهمي ان شهرين،
لا احنا ده الاستاذ محمد فضل، استاذ محمد فضل قال له لا يعني شاهين دي هجيبها منين، شهرين دي هجيبها منين يعني شهرين، لو في حاجه انا مش هقول لك لا هسلم. وانسى حقك في عمارة 11 دي خالص كده، خليكي في الحالات العامه، الحالات العامه دي ومش انا بس اللي لبست فيها، انا والمحافظه. انا ممكن اقول لك انت رايك تستحقي والمحافظه تقول لك لا، يبقى انا كده ضع حقي من هنا ومن هنا. والمكان دلوقتي حاليا خد اخلاء داري، ال 16 اسره كلهم دلوقتي بتتقطع في الشارع. الاستاذ ايمن عزت نفسه مشكله وزيره الطاقه، الاستاذ ايمن عزت رئيس المدينه الفيوم بيضرب بقرارات المحافظ عرض الحائط. دول 41 اسره كلمنا في قناه صوت العرب، كلمنا في الاي بي سي، وكلمنا هنا في الصحه والجمال، وخاطبنا المحافظ، المحافظ سلبي جدا مع رئيس المدينه. 41 اسره، كل اسره لها اوضه، والاوضه ساكنه فيها اربع يعني افراد، نقلوا واحد او 28 اسره، وفي 22 اسره، 21 اسره رافضين يدوهم الاوضه اللي خدوها منهم. والاستاذ ايمن عزت عنده غرف فاضيه في حي قلنا الشيخ حسن، وام محمد باعها صوتها هي وابوها واخواتها عشان هذه يعني الحجر. يعني المفروض بقى كل موظف لا يقوم بعمله يترفع بجد على قضيه ويعزل، لان يعني كده بيحارب الدوله. احنا قلنا الرئيس مشكورا والله ليل مساء، يعني من السويس للاسماعيليه هو ورجالته حقيقه، ورجال يعني لا ينامون، افتتاح مشروعات ولكن البيروقراطيه والموظفين اللي هم بيعملوا ضد الدوله اكبر عدو للدوله. يعني ايه اسره خمس افراد لا اوضه مش عارفه تاخدها؟ وبعد ما وعدني الاستاذ محمد فاضل اللي هو مسؤول الاسكان تليفونيا ان يديها الحجره بعد شهرين، الاستاذ ايمن عزت الكبر واخده ويقولها بعد سنه او سنتين. فبرضه محافظ الفيوم للاسف سلبي، والحلقه بتروح له عن طريق الواتس وبيتفرج عليها ولا مجيب. احنا بنخاطب الحكومه بلاش ان انتوا تعملوا ضد الدوله، انتوا المفروض انتوا بتيسروا الامور على المواطنين. والشعب المصري شعب جميل واقف قلبا وقالبا مع قائد الدوله الرئيس عبد الفتاح السيسي. ام محمد معانا؟ الو. ايوه مع حضرتك انا. ايوه ام محمد. حضرتك عرفت ازاي ان ام محمد؟ نعم يا محمد اتفضلي. انا عايزه لو سمحت اقول ان انا ما حدش ليا سائل في الصعيد ان ما حدش يعمل لنا مساكن، احنا تعبانين جوه في الايجارات. الايجارات 700 جنيه غير الاكل والشرب ومصاريف، ما بنلقاش حتى نعالج عيالنا والله اقسم بالله. يعني حضرتك بتخاطبي المحافظه ان تعمل مساكن شعبيه لكم في الصعيد؟ بنقدم يا فندم، بنقدم، وفي في كوسه يا فندم، في دفع فلوس وفي رشاوي عشان الواحد يحصل على شقه. يعني ليه حضرتك ما حدش بيدور علينا؟ احنا يعني تحت حد الفقر. والله يا ام محمد احنا بنتكلم اهو، وكل حلقه احنا عاملين البرنامج من اجل مشاكل المواطنين، بنظهر انجازات الدوله متمثله في السيد الرئيس اللي بيغرد وحيدا بمشروعات قوميه وربنا يقويه عليه، وبنكلم الناس المقصره اللي هي بتؤدي لاحتقان المواطنين وما بتقضيش مصالح المواطنين. واحنا بنخاطب برضو يعني المحافظ عندكم في سوهاج او في الصعيد ان يدي للاسر الاشد احتياجا، وعنده على فكره شقق وعنده يعني اوض للطوارئ، فممكن يدي للناس، هو مش جايب حاجه من عنده، ده حق كفله القانون والدستور، حق المواطن في السكن، حق المواطن انه يعيش عيشه ايه كريمه. فبرضه من خلال البرنامج بنوجه للسيد رئيس مجلس الوزراء انه يتابع المحافظات والمحافظين، لان ده مسؤوليه مجلس الوزراء وليس مسؤوليه الرئيس اللي بيضع السياسه العامه للدوله والذي يشرف على المشروعات القوميه واللي مكلف رئيس الوزراء بذلك، فدي مسؤوليه رئيس الوزراء. ونتمنى صرخات الناس تصل للساده المواطنين. الاستاذ وليد معانا؟ الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. معايا الاستاذ سامي؟ ايوه يا استاذ وليد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت حضرتك انا عايز بس احكي على موضوع تكافل وكرامه. اتفضل. اولا تحياتي لحضرتك وتحياتي للسيد الضيف اللي مع حضرتك. الله، تحياتنا ليك لحضرتك، اتفضل. بالنسبه حضرتك لموضوع تكافل وكرامه،
دلوقتي حاليا السيده الوزيره بتقول ان المسافر ما بياخدش، ما مش من حقه انه ياخد معاش تكافل وكرامه. هي مش عارفه حضرتك ان الطبقه المسافره هي الطبقه المكحومه اللي هي الفلاحين، وانا اتشرف ان انا فلاح، اللي هي بتتغرب وبتسافر عشان تاكل عيالها وتصرف على اهاليها. انا عندي اربع اولاد احتمال، يعني مش قادر ان انا اصرف عليهم، مش قادر اصرف عليهم، يعني 70% ان انا اطلعهم من المدارس. بسبب ايه؟ بسبب ان انا ليا حق في الدوله مش قادر اخده، وبمشي في بلاد الناس، بسافر وبتغرب، مش قادر ان انا اقوم بحملتي. قالوا ماشي الانجاب، بلطمنا انجاب، معايا ثلاث اولاد وامهم وانا، يعني خمس افراد في البيت، كيف اصرف على اولادي؟ طيب ايه اعملوا عليا بحث؟ لقيته عندي اراضي يبقى انا ما استحقش. اعملوا عليا بحث، لقيته عندي عقارات، لقيته عندي سيارات، لقيته عندي ان انا ما استحقش، ما انا ما استحقش. يا استاذ فهمي لو سمحت بلغ السيده الوزيره، انت حضرتك يعني المرايه السلطه الثانيه كاعلام. المفروض اي وزاره ترضخ للاعلام، لان الاعلام هو المرايه للشعب المكحوم اللي هو مش قادر يصرف ومش قادر يوصل للسيد الوزيره، ومش قادر يوصل لرئيس المدينه، مش قادر يوصل للجهه المختصه. فانا دلوقتي حاليا انا راجل مسافر ليه؟ مسافر لان انا مش هقعد في البلد هاخد 2000 جنيه في مصر ويقول لك وظيفه حكوميه بتاع دي حكوميه، مفيش حكومه. وظيفه قطاع خاص اخد 2000 جنيه، طب ال 2000 جنيه انا عندي ثلاث اولاد في المدارس. قول لي ال 2000 جنيه ادفع ميه ولا كهرباء ولا اصرف على اولادي ولا واعمل بيهم ايه؟ كيف يعيشوني ال 2000 جنيه؟ كيف يعيشوني 2000 جنيه؟ رسالتك ممكن يعيشوني. رسالتك وصلت استاذ وليد، رسالتك وصلت، واحنا اتكلمنا قبل ما حضرتك تدخل على الهواء على موضوع المسافر اللي بيقطعوا عنه المعاش، واحنا فعلا مرآة للشعب، واحنا من خلال البرنامج بننقل نبض الشعب للدولة والحكومة المصرية. وشكرا لحضرتك على الاتصال. معايا الاستاذ حسن. الو. ايوه استاذ حسن اتفضل. الو. ايوه معاك اتفضل. ايوه ازيك يا استاذ فهمي؟ الله يكرمك، الله يخليك. ازي حضرتك؟ الله يخليك، الله يكرمك. ربنا يا فندم يحفظ مصر يا فندم من كل شر يا استاذ فهمي والله. امين. الله يخليك يا استاذ فهمي. حضرتك انا بطلب من وزاره الداخليه حضرتك كشك المصدر دخل حضرتك لوالدي، والدي عامل نظافه على المعاش، ومعايا اخويا ومريض مخ واعصاب، انا من حلوان حضرتك. طب حضرتك قول اسمك كامل وعنوانك عشان لو حد دلوقتي بيسمعنا من وزاره الداخليه اكيد هياخد البيانات ونتابع ويعمل لك الكشك. شكرا. نرجع يا استاذ حسين، ده انت يعني سامع نبض الشارع وزي تكافل وكرامه. الاستاذ وليد اللي كان بيتكلم على موضوع المسافر، احنا برضو مش عاوزين نتجنى على الوزاره، ما نبقاش احنا برضو أداة هدم. يعني اللي مسافر أكيد طالع على فرصة عمل، تمام، وبناء عليها هيتقاضى دخل. هو المشروع كان مؤقت، يعني أنت بتدي الناس لغاية ما يجي لها فرصة عمل أو لغاية ما ظروفه تتحسن. هي الناس افتكرت إن تكافل الكرامة ده على طول هيفضل طول عمره ياخد من الدولة. هو يفكر إن هو عشان ما خدش وظيفة اللي إحنا بنسميه يعني في الدول الأوروبية حاجه اسمها تضامن منحه. ده احنا بس نتمنى لما يوفر له فرص عمل. احنا عندنا في مصر عشان كتير جدا جهاز الاداره اصلا يعني معبأ بالموظفين وعلى الدوله، فطبعا بيستمر 3 سنين المعاش ويجدد. برضه هو كان في نمط المشروع ان هو يكون مؤقت، عمليه اعانه
لغايه ما ربنا يسهل الحال للمواطن ويلاقي فرصه عمل، وان كان مريض ولا يستطيع العمل يستمر معاها المعاش، انما عشان ما يبقاش ايه كل مش مكتسب لكل الناس. تمام. حتى اللي مسافر ده، ما انا قلت لحضرتك هو مسافر فرصه عمل بره، مش رايح كده وخلاص، وبناء عليه بياخد دخل ومرتب، فعلى الاقل هيترك ده لحد مش قادر، ما جابتش فرصه السفر ولا لاقي عمل وظروفه مشابهه ليا. الاستاذ حسن بتاع الكشك، مجلس الوزراء قنن موضوع الاكشاك وقالت الى المحافظين، وفي اداره في كل محافظه اسمها اداره الاكشاك، دي معنيه بحته ان هو يدي الكشك، بس طبعا بيبقى ليها اليات معينه، بيقدم ورقه كان يستحق هو مثلا من 5% متحدي الاعاقه، بقول لك ده هو معاق او ده 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 حق اصيل، هيوصل للحي هناك وبعدين هيطلع مثلا على اداره الاكشاك في المحافظه هيقدم الطلب، وان كان يستحق وبرضه هينزل عليه بحث وكده، وان كان هيستحق الكشك هياخد كشك بتاشيره ويروح على الحي بتاعه ينفذ له في حي حلوان، هيختاروا المكان وهيعملوا له الكشك لو كان يستحق. اذا يا استاذ حسن لو انت حضرتك سمعنا دلوقتي، الموضوع مش في وزاره الداخليه زي ما قال الاستاذ حسين، الموضوع في حي حلوان في قسم الاكشاك، قدم طلب وقدم الورق اللي يثبت ان والد حضرتك معاق، وان شاء الله هتحصل على الكشك. في فئه يعني اكثر احتياجا وبتمثل 1.5 مليون هي فئه المعلمين. والحقيقه لما قريت عن المعلم في اليابان وجدت ان المعلم بيتقاضى مرتب يوازي مرتب رئيس وزراء اليابان. وكمان من الحاجات الجميله اللي قريتها ان المعلم اثناء الدراسه يعني ما بياخدش يوم اجازه، لو عنده مثلا اعمل بطاقه شخصيه الحكومه مكلفه موظف يعمل له البطاقه، ابنه هيروح مستشفى في موظف يودي ابنه ايه المستشفى عشان ما يعطلش الدراسه. وللاسف يعني كل ما امشي في مكان المدرسين بيصرخوا في وشنا كان انا وزير التربيه وايه والتعليم، عشان المرتب على 2014 و بيستقطع على 2019. تعالى الاول عشان نبقى منصفين، كل واحد يبدا يتكلم على سياسه الدوله وبناء الدوله الجديده يقول لك تعليم وصحه وايه تاني، تعليم وصحه وبنيه تحتيه والكلام ده اهم حاجه في واكل وشرب طبعا، اهم حاجه في المنظومه دي كلها هي التعليم، واصلاح التعليم يبدا من اصلاح المعلم. مش هنجيب المعلم مثلا نقول لك ده مش تربوي او هو معاه اي شهاده فشغال معلم. اصلاح المعلم زي ما كنا بنشوف المعلمين زمان قدوه، النهارده طبعا انا طبعا على صله كبيره بقطاع كبير من المعلمين في كل المجالات، يعني اصلاح التعليم يبدا من اصلاح المعلم نفسيا واجتماعيا وماديا. مفيش دوله في العالم المعلم بالحاله المرزيه السيئه اللي فيها المعلم المصري، ده محطم نفسي المعلم المصري. المعلم المصري اصبح يعني عشان ما اكونش قاسي في التعبير لا شيء، لا انت اديت له كرامه بينه وبين التلاميذ او الطلبه بتوعه، ولا انت اديته في بيته انه يبقى مرفوع الراس. المعلم ده صانع اجيال، طلع الطبيب ووكيل النيابه والقاضي والضابط ويطلع كل فئات الشعب، هو ينتج ويحرق في حياته ويطلع ناس بيتقلدوا مناصب عليا ورواتب عليا وهو يفضل زي ما هو. قديما لما كنا بنشوف المعلم في الافلام القديمه كنت بتلاقي حاجه في منتهى الهندمه، البدله والكرافطه طربوش خوجه، كان بيقول عليه الخوجه ودايما يبقى راكب يا كاريتا يا ما بيمشيش ليه؟ لان ده اللي بيصنع مني انسان، سواء تربيه سلوكيه او تعليم. قال بي الحال النهارده يستعطف الدوله ويتسول عشان الرواتب. ايه اللي بيحصل ده؟ انت ازاي تخلي واحد صانع لاجيال وصانع لحضاره بالمنظر ده؟ او سمحت له ازاي؟ هو نفسه المعلم هيعمل ايه؟ انت عمليه الراتب دي حاجه جائره جدا، ما بيحصلش في اي مكان. مفيش مدرس بياخد الارقام اللي انا بسمع عنها دي. بس على فكره الدوله مش مقصره، الدوله وضعت 88 مليار التقصير من الوزير نفسه. الوزير زي ما قلنا في الحلقه السابقه حلقه 29/11
ان هو مدمر الميزانيه في مرحله واحده الثانويه العامه، اللي هو التابلت والكتاب والكتاب والتابلت، والمنظومه اثبتت فشلها لان التابلت مع طلبه لغايه النهارده ما حدش استلم تابلت. لا مش سنه اولى، ثانيه اللي مستلم السنه اللي فاتت ما استخدمش التابلت، لان بنك المعرفه الثانيه غير مفعل اللي هو قايم عليه المنظومه. فخد بقى اتجاه لما قعد مع السيد رئيس الوزراء ساب له بقى سنه وده عشان ما يحاسبوش عليه، ودخله فين؟ اولى وثانيه ابتدائي. واولى وثانيه ابتدائي المدرسين نفسهم درس قراءه يا راجل، كيف تصنع ليمون بالنعناع في الصف الثاني الابتدائي؟ ده كتاب اسمه قراءه ورز وفي رز بالشعريه. ايوه فاذا طب ايه اللي دخل ده في المطالعه والقراءه؟ ده بقى المدرسات ده بقى. والمدرسين بيكلموني قلت لهم معقوله؟ قالوا شوف الكتاب. انا شفت المنهج. انا في حد قابلني وقال لي اتفضل احنا التلاميذ بتوعنا في ثانيه ابتدائي بيعملوا ليمون بنعناع ورز. طب انا كنت عارف ايام انا كنت في المدرسه وجيلي يعني الرز والحاجات دي والمربى كانت بتتعمل في التطبيق المنزلي. تمام. هو بقى حول اللي هو بيقول لك منظومه جديده وقدمها للدوله وقدمها للسيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس الوزراء وقال له ايه ده التطوير. التطوير طب الولد قرأ ايه؟ اتعلم ايه؟ مش دي القضيه. حضرتك بتكلمني على تطوير مناهج ولا تطوير حال المعلم؟ احنا بنتكلم. انا بكلمك ازاي الفلوس اتدمرت. ال 88 مليار. ما الميزانيه ديت حضرتك هي اللي المفروض ترفع دخل المعلم. انا عايز دي. ال 88 مليار اتقسموا ازاي؟ عشان في جهات رقابيه المفروض تحاسب الوزير وتحاسب القائمين على العمليه التعليميه في مصر. 88 مليار منهم قد ايه راح لموازنه المناهج او التابلت او اي اختراع بقى يعملوه في الفتره اللي جايه؟ وايه اللي راح للمعلم نفسه اللي هو بيكلم 100 طالب في الفصل و90 طالب وتلميذ عشان يبقى واقف قدامهم كده بوقار، هو نفسه يكون حاسس ان هو بيأدي دوره الاجتماعي في البيت والمدني والنفسي؟ يعني انا عاوز راجل المعلم ده يكون مع لا تشوبه شائبه، ما يجيبش واحد انا محني الراس والطلبه هتحترمه ازاي؟ يعني هندامه وشكله حياته. انا اعرف مدرسين من الاصدقاء بيشتغلوا بعد الظهر. اللي بيشتغل في فرن اللي بيشتغل يعني ده كلام. انا اعرف مدرس في الارياف بيطلع من المدرسه بيشتغل بالاجره الفاس، بيشتغل بالفاس ب 50 جنيه. ما عشان الدخل طب هيعمل ايه؟ عنده بيقول لي اربع اولاد وباخد 2000 جنيه وبقاله اكتر من 30 سنه. انا بقى عايز حد ينتج ازاي ده؟ انا عاوز بقى حد من وزاره التربيه والتعليم او المتحدث الاعلامي للوزاره يطلع. مفيش حد هيطلع. امتى حال المعلم هيتعدل؟ ما احنا قلنا دكتور محمد عمر قاعد في الجزيره ما شاء الله في دعم القرار مرجع بالوزاره، والسيد الوزير قاعد بيقول لك في الدقي الوزاره ديت واخد بال حضرتك. ولذلك المنظومه الجديده اداريا اللي شغالين في الادارات وفي المدارس لا يعرفون عنها شيئا الا مسؤول الديسكفري اللي تابع نائب الوزير الدكتور محمد عمر. عشان كده في انفصال ما بين المنظومه وبين الواقع التعليمي وفشلت المنظومه قبل ان تبدا. المعلم نبدا برضو من المعلم. حتى لو المنظومه فشلت او نجحت واحنا نامل طبعا انها تنجح وان احنا نواكب الدول الاوروبيه والدول المتقدمه في مجال التعليم عشان نخلق اجيال. انا النهارده عايز اخلق اجيال عندها انتماء، عايز اخلق اجيال عندها صحه كويسه، عايز اخلق اجيال عندها طموح، عندها ابتكار. ده هيجي منين؟ من المعلم اللي واقف قدامه، المدرس، الاستاذ اللي لما يخش الفصل العيال تتكتم. النهارده احنا بنشوف فيديوهات على وسائل التواصل استهزاء وشتيمه وقله ادب من اللي بيشوفوه في الشارع بيجي يعملوه على المدرس. طب هو المدرس ناقص؟ مفيش حاجه اسمها مدرس ياخد 1200 جنيه وبعدين انا سمعت حاجه جميله قوي، لما نزلت الزياده اللي كان بيقبض 1000 جنيه بسم الله ما شاء الله بقى يقبض 900 جنيه. يعني زاد مثلا 300 جنيه اما جه يمسكهم في ايده بقوا 900. انا ما اعرفش ايه الزياده دي. طبعا اللي خد الاساسي وحط عليه الاستقطاعات اترفعت الاستقطاعات لما جه يقبض لقى نفسه ناقص. ضريبه زادت. ضريبه زادت. لازم تدخل قوي جدا وقرار سيادي ان نعمل مثلا خطه خمسيه ان المدرس مثلا يبقى ياخد مبلغ محترم عشان يقدر يجابه المشكله الثانيه بتاعه الدروس الخصوصيه اللي هم مستفيدين بيها 5% او فئه بسيطه من المدرسين اللي اتشهروا على السوشيال ميديا برضو وعملوا ادوات غريبه وبقى يجيبوا طبل وزمر في السناتر. النهارده بيعملوا الافات. انا بسمع طبعا الافات في حصه. طب المدرس بقى اللي هو بتاع ربنا اللي هو بيتقي الله ويشتغل بما يرضي الله مثلا في الفصل وبياخد 1200 جنيه وعنده 3 4 اولاد غير ان كرامته اصلا في المدرسه ما بقتش زي الخوجه بتاع زمان.
فالنهارده ده قطاع كبير جدا، قطاع عريض وشكاوى عديده جدا للموضوع ده. هل هي معضله؟ النهارده انا لما اطوع وارفع مستوى المدرس زي ما انا مثلا برفع مستوى، طب ما انا بدي الدكتاتوريه بتاع الوزير وصلت لما بيعمل اجتماع على الشاشه اللي هو يعملها كده، ما بيقعدش مع الفيديو كونفرنس. الفيديو كونفرنس بيقولوا للمدرسين او الحاضرين تعليمات ما حدش يعترض، يعني شوف وصلت لفين. طب طلع قالها ليه بقى لما هو مش عايز حد حضرتك مش عاوز يسمع لحد، وهو مصمم على كده ماشي في طريقه، الميزانيه بتتدمر. ويمكن انا قلت برضه في حلقه 5/11 واخد بال حضرتك ان هو مقتنع ان هو اللي صح واللي كل اللي بيصرخ ده. بص حضرتك اصلاح حال المعلم ماديا هيكافح الارهاب، ان انت هتخلق اجيال سويه عندها انتماء، هيكافح الامراض المنتشره لان انت هتطلع جسم قوي وهياكل كويس وهينام كويس وهتوفر ميزانيه الصحه تمام لصالح التعليم. على فكره انا مبسوط من ملف الصحه برغم الناس بتشتكي يعني ان في دلوقتي اطعمه في مبيدات كيماويه وكده في المرشوشه يعني، ولكن ملف الصحه حقيقي منفذين تعليمات الرئيس يعني عشان هو عمل عشان ملف الصحه عنايه الرئيس. طب ما تمام. تمام. الوزيره برضه في اتجاه والرئيس شغال بمبادرات وفي اتجاه المبادره الجميله ده في مبادره دلوقتي للكشف على تلاميذ الوجه البحري العين. الخمسة مليون تلميذ في المرحله الابتدائيه وبدانا مرحله الفشل الكلوي ومرحله برضه الكشف عن الفشل الكلوي. طب الوزيره دورها ايه في ده؟ ولا حاجه. ما هو مشروع الرئيس بس اقصد اقول ايه؟ ان اي مشروع الرئيس بيرعاه بينجح. فاحنا نتمنى على الرئيس من هنا من خلال المنبر الاعلامي بتاعك ده ان الرئيس يضع المعلم نصب عينيه. لا ويتبنى مشروع التعليم والله ينجح عشان انا لما يجي لي بس انا برضو والله يعني بنرقب بالرئيس. طب هيعمل ايه يعني؟ لازم يبقى احنا كقيادات عندنا ضمير، احنا كمسؤولين. الزرعه المعلم ده معاه الزرعه الصغيره، معاه التلاميذ ده يطلعه ارهابي يفجر نفسه ويبقى اداه سهله في ايد الفكر المتخلف، او يا اما تطلعه قوي عنده انتماء وعنده طموح. احنا ليه ما عندناش 500 محمد صلاح؟ وليه ما عندناش 500 مجدي يعقوب؟ وليه ما عندناش 5000 محمد غنيه؟ ما احنا لسه نفسنا ليه اليابان مثلا بعد الحرب والقنبله اللي ضربت فيها بقت من مصاف الدول؟ في حاجتين عشان ايه؟ اهتمت بالتعليم؟ لا بس العمل والتعليم اهتمت. لا اهتمت بالطفل الياباني فنشا الطفل الياباني مخترعا وطبيبا مهندسا ونشا على حب الوطن زي ما قلنا. ما عندوش يعني انت عارف في اليابان في اول عام الدراسه بيعملوا ايه؟ اللي هم رايحين اولى ابتدائي حفله رهيبه جدا ترعاها الامبراطوريه اليابانيه ويكاد يحضرها كمان رئيس الوزراء شينزو ابي او المسؤولين عن الحكومه اليابانيه. بيعملوا حفله رهيبه عشان الطفل وهو رايح عارف هو طبعا بيقعد طول اليوم مش بيقعد ساعتين ويمشي. بيقعد طول اليوم في الدراسه. بيعملوا حفله عشان يرغبوا الطفل في المكان الجديد اللي هيستقبله سنين ويطلع منه بقى عبقري ويطلع منه مخترع ويطلع منه كل امكانياته ومهاراته. احنا عندنا النهارده المدارس لما بنشوفها حالها كده العيال بتخش بالضرب وبتطلع بالضرب وفي قتلى وجرحى ومصابين حرب ومدير المدارس مش بايدهم حاجه. وبص الموضوع ده الملف بتاع التعليم ده عاوز 10 حلقات. ماشي حضرتك يعني احنا سعداء يعني ومعانا والله حقيقي يعني موضوع الاحزاب عشان وقت الحلقه هنتكلم يعني في بدايه الحلقه الجايه عن الاحزاب الكرتونيه اللي ملهاش مكان فين؟ في الشارع الا في الغرف المغلقه. اعزائي المشاهدين دي كانت حلقتنا النهارده، نحن سعداء بكم. الى اللقاء في حلقه قادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.